لما الحل بيبقى غايب عننا بنقول مش ممكن، ولما بيبقى فيه احتمالات بنقول يعني ممكن، أما لما بنبقى متأكدين ساعتها بنقول طبعا ممكن. حلقتنا مش بس أسئلة وإجابات، حلقتنا متنوعة ومليانة فقرات. برحب بكل مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج طبعا ممكن. طبعا ممكن نعيش الصح كله، طبعا ممكن ونسيب الشر وذله، طبعا ممكن نرضي الرب ونقول له احنا ليك يا يسوع. طبعا ممكن نترك خطايا الماضي، طبعا ممكن ونخلي الرب راضي، طبعا ممكن يتميل القلب الفاضي ويبقى ليك يا يسوع. طبعا ممكن يعيش المؤمن غالي، طبعا ممكن مهما الشيطان يحارب، طبعا ممكن مرفوع فوق التجارب أصله معاك يا يسوع. طبعا ممكن. برحب بأخويا الأخ طلعت فكري خادم الرب. أهلا وسهلا بيك يا أخ طلعت. أهلا وسهلا بحضرتك يا أخ منير، وأثق أن الرب حاضر في وسطينا وهيقودنا في كل جزئية صغيرة وكبيرة في أمين. هذا البرنامج باسم يسوع. اسم حلقتنا قتل بدون سلاح. نعم. ونفسي أبدأ بقصة وأخذ رأي الأخ طلعت فيها. نعم. بعد عشرات الجلسات في المحكمة، القاتل كاد أن يهرب من العدالة بدون عقاب. نعم. حتى جاءت الجلسة الأخيرة وفيها تم الكشف عن المسدس اللي تم بواسطته عملية القتل. نعم. كانت أداة الجريمة مدفونة في حديقة القاتل. لولا الكشف عن أداة الجريمة لتغير مسار القضية كلها. إيه تعليق حضرتك؟ تعليقي لا شك إن كويس جدا إنهم اكتشفوا أداة الجريمة ولو على آخر وقت. بالضبط، حتى لو كان في النهاية بلغة الكتاب، حتى لو في الهزيعة الرابع، لأن أداة الجريمة هي السبب الرئيسي لإثبات الاتهام. فما إنه وجدت الأداة فده يبقى المتهم حقيقي هو القاتل. صحيح. طب عايزين توضيح لأحبائنا المشاهدين ليه اسم حلقتنا قتل بدون سلاح؟ لأني في حاجة بتحدث بين الإنسان وأخيه الإنسان، هو البغضة أو الكراهية. وزي ما قال الكتاب في رسالة يوحنا الأولى، اللي كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. فقد لا يكون في يده سلاحا لقتل أخيه، لكن في قلبه كراهية أو غير مرة أو حسد أو ما شبه ذلك، فبيقتل أخوه بطريقة أخرى. طيب، يمكن برضو حد من أحبائنا المشاهدين بيتساءل، هل مجرد الشعور الداخلي بالكراهية هي دي البغضة، ولا البغضة هي ترجمة المشاعر الداخلية في صورة العنف الخارجي؟ الحقيقة الاتنين، أولا شعور داخلي، خد بال حضرتك، وثانيا ترجمة للمشاعر. يعني عايز أقول حضرتك زي مرض، وده المشاعر الداخلية، والعرض هو ده اللي بيتصرف فيه الإنسان أيا كان، حتى في النظرات يا أخونا، مش بس إن في أسلوب التعامل أو في الكلام اللي بيقال أيا كان. أيوة. أحيانا تشعر إن في شخص عينيه بتتحدث بكراهية مش بمحبة، يؤسفني جدا، وجهه برضو تعبيرات وجهه في أحقاد، في كراهية. ده الكتاب اتكلم عن الموضوع ده بوضوح في كذا جزئية. وأنا بحس إنه الشعور الداخلي لما يزداد وما تعاملش معاه، نعم، لأن زي ما حضرتك قلت ده هو أصل المرض. بالضبط. بيترجم في صورة المشاعر الخارجية الممتلئة بالكراهية اللي قد تؤذي الشخص اللي أنا بكرهه. بالضبط. طيب يا ترى إيه اللي بتقوله كلمة الرب عن البغضة أو القتل بدون سلاح؟ الحقيقة بتتكلم كتير قوي، لكن خلينا أذكر لما سمع حضرتك وبرضو المشاهد الكريم بعض الحاجات المهمة اللي ننتبه إليها. يعني لو جبت حاجة من العهد القديم، جت سي مثلا في مزمور 15 ومواضع تانية،
في تعامل، لكن أنا جه في بالي حاجة سريعة تخدم الجزئية دي. في أمثال 26 بيقول الكتاب للأسف هذه الأشياء، بيقول فضة زغل تغشي شقفة هكذا الشفتان المتوقدتان. بص شفتان متوقدتان، شوف ترجمة المشاعر، لكن بص المشاعر جوه والقلب الشرير، شوف الاثنين ماشيين مع بعض. أيوة. زي ما الرب قال في العهد الجديد من فضلة القلب يتكلم الفم أو اللسان. بيقول إيه تاني؟ بشفتيه يتنكر المبغض، مبغض بشفتيه إيه؟ يتنكر، يتنكر المبغض. كلمة يتنكر هنا يتنكر مبغض، بص اللي جاي، وفي جوفه يضع غشا. ده معناته إيه؟ الحاجة الأولى الشفتان المتوقدتان في الألفاظ وفي الكلمات وفي المعاني وفي الأساليب، دي ترجمة حقيقية للمشاعر في صحيح. الجزء ده. لكن الآية اللي بعدها عكسية. إيه عكسية؟ بيقول لك لا، إن أنت انتبه لحاجة تاني. إيه هي الحاجة تانية؟ بيقول إذا حسن صوته فلا تأتمنه. ليه؟ بيغير نبراته عشان يخدعك، لأن في قلبه سبع رجسات. يبقى في ثلاث آيات ورا بعض، وفي جوفه يضع غشا. طيب أنا عايز أقف عند الآية اللي بشفتيه يتنكر المبغض. نعم. هل كلمة بشفتيه يتنكر معناه أنه مش شرط تكون البغضة ظاهرة، يعني تكون فيه هنا عملية تنكر؟ أيوة. يعني أنا ممكن لا سمح الله أخدع حضرتك، ومش بلاش أنا، لأن أنا بحبك جدا وانت عارف أنا مستاهلش يا أخو، أشكر رب عليك. يعني واحد بيكره اللي قدامه بس بيقول له كلام لذيذ وجميل فبيتظاهر انه بيحبه، ده نوع من انجاز التعبير، ده التنكر. ده التنكر ورياء وعدم اخلاص وعدم امانه في المشاعر. دي عدم شجاعه ادبيه بالضبط. لانه مش قادر يواجه ان هو بيكرهه، يا اما يعاتبه او بالضبط. يتكلم معاه ومحتاج يتوب عن الأمر ده. ده في حاجة حضرتك بتخليني أسعف في فكري أن أذكر لحضرتك وللمشاهد الكريم داود النبي، داود الشخص المنتصر القائد، كان بيعاني من كذا شخص، مثلا شاول وأخي توفل المستشار بتاعه. شاول ده كان بقى القائد والملك واللي كان بيتضايق من داود في بعض المواقف، وأخي توفل وغيري، وحتى جه في وقت معقد من أبشالوم. صحيح. لكن في مرة بيكتب حاجة في مزمور 55 تبكي الإنسان، يقول لك إيه في اختباره؟ أنعم من الزبدة فمه وقلبه قتال، ألين من الزيت كلماته. أهو هنا بيبين بقى النفاق والرياء. بالظبط. وهي بص سيوف مسلولة. يا سلام. شفت قلبه سبع رجسات، في قلبه بيضع غش، لكن بيتنكر المبغض، يتنكر. وده اللي بنشوفه احيانا، ممكن شخص ازيك يا حبيبي الحمد لله على السلامه اشتقت لك فينك وا 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 كذا، لكن مش من قلبه. مظبوط مظبوط. الرب علمني درس ان ادوق ما اقوله مش مره بس، ممكن اكون اكثر من مره. امين. يعني حتى لما امدح شخص امدحه بالحقيقه اللي فيه، اعني ما اقول. بالضبط. طب في رايك يا اخي طلعت ايه مصدر البغضه في حياه الانسان؟ الرب وجه واتكلم بكل صرامه في هذا الموضوع في انجيل يوحنا صح 8 وعدد 44، قال لهم انتم من اب وهو ابليس وشهوات ابيكم تريدون. ذاك كان ايه؟ قتالا. اهو ده قلبه قتال. قلبه قتال، يعني تقصد قلب خالي من محبة الله، يعني الشيطان مسيطر عليه. ما هالقلب لازم يكون حاجتين. أيوه. لإما محبة الله بتحصره وتسبيه وتأسره، وكلمة تحصرنا محبة الله جاية انتشار. أيوه. انتشار في كل الكيان. لإما آسف إبليس بشهواته وغروره وكراهيته وحسده وقتله وكذا بيسيطر على الإنسان. فهل تتعامل مع شخص تلاقيه مليان محبة، بيفكر بأسلوب محبة، بيترجم مشاعر المحبة، بيتصل بيك وبيسأل عليك وعنده محبة حقيقية، وشخص تاني على العكس؟ طيب لسمح الله. لأن الوقت بيدهمنا أخي طلعت، عايز أسألك، في ناس بتفصل بين حبها لربنا وحبها للآخرين، بمعنى أنا ممكن أحب ربنا بس مش قادر أحب فلان دوت. صدقني الاثنين مرتبطين ببعض، بل الكل مرتبط ببعض. يعني محبتي للرب
خلي بال حضرتك. أيوة. بعدها محبتي أخويا، بعدها محبتي حتى لمن يعاديني، ودي ترتيبات الرب أوجدها. حضرتك لو المشاهد الكريم رجع مثلا في بيته وقرأ رسالة روميا خاصة أصحاح 12، تلاقي الجزء الأول علاقتي بالرب مظبوط، الجزء الثاني من الأصحاح علاقتي بإخواتي، الجزء الثالث من الأصحاح علاقتي بالآخرين، وكله تكريس محبة. طيب احنا بنشجع المشاهدين يقروا روميا 12 بالضبط. وخلينا أخي طلعت نشوف دراما بعنوان اختبار نفسي، وبعدين نرجع نكمل حديثنا الشيق مع بعض. طبعا ممكن. أنا نفسي أعرف ليه أنت بتكره الجبنة؟ قلت لك مش بكرهها. أمال إيه؟ كل الفكرة مش بفضلها. مش بتفضلها؟ ابتدينا في لعب الألفاظ. قولي يا ابني الحقيقة، قولي إن أنت بتكرهها. أصل ماما قالت لي الأكل ده خير من ربنا وغلط نقول بنكره. ماما قالت لك؟ طيب اللي يفصل بيني وبينك علم النفس. علم النفس؟ انت ناسي ان خالك خريجه دبع علم نفس ولا ايه؟ وده علاقته بالجبنه؟ يا ابني احنا علينا ماده كامله عن علم نفس الجبنه. ماده كامله؟ عباره عن 300 صفيحه. صفحه. المهم خلينا نعمل اختبار نفسي. اختبار نفسي يعني ايه؟ هما سؤالين مش اكتر، يبقى انت كنت بتحب الجبنه ولا لا. وده مين العامل الاختبار ده؟ ايه؟ العالم البريطاني الشهير مارتن شيدر. مارتن شيدر؟ والاختبار ده انتشر في مجلة فامانك الدولية. مش عارف، حسن بتقول اي كلام. عيب عليك يا ابني. المهم هتعمل الاختبار ولا لا؟ نعم. مش انت بتقول مضمون؟ ايوه طبعا مضمون، ده انا دوته كذا جربته كذا مرة. المهم السؤال الاول، اذا فتحت حبيبة السندوتشات. ايوه ما حاجة اسمها كده؟ امال هيقول لك ايه كيس السندوتشات؟ ده اختبار دولي يا ابني. المهم اذا فتحت حبيبة السندوتشات ورايت امامك سندوتش الجبنه، ماذا سيكون رد فعلك؟ اول ما بشوف الجبنه بتعصب، والصراحه بيكون عقاب، ويوم اسود. يوم اسود، مع ان المثل بيقول الجبنه البيضه تنفع في اليوم الاسود. هزر، ما انت مش حاسب اللي جوايا. المهم السؤال الثاني، اذا حدث في يوم وصحيت واستيقظت. مش ده اختبار دولي؟ صح، برافو، مركز. اذا حدث في يوم واستيقظت وسمعت خبر اختفاء الجبنه من الاسواق، ماذا سيكون رد فعلك؟ ده هيكون اسعد يوم في حياتي، هو ده يوم العيد. يوم العيد؟ لا، انا احب اقول لك من السؤالين دول ان انت عندك عقده سيكولوجيه كبيره من الجبنه، وان فضلت تنكر كده كتير هيكون لها عواقب شديده. والعمل يا خال؟ العمل، انت تروح لمامتك اللي هي اختي وتقول لها الحقيقة أنا مش بطيء الجبنة وأنا بكرهها عمل. أنا مش بطيء الجبنة، أنا بكرهها عمل. أنا مش بطيء الجبنة، أنا بكرهها عمل. هو الواد سامر اتجنن ولا إيه اللي بيعمل ده؟ قريب خلاص. المهم قلت لها خروجة. أيوة يا عم، قلت لشادي ومينا وقلت الكريم وقلت الرفيق. أنت قلت الكريم؟ لا، ما أنت لسه إيه؟ يبقى قلت. يا عم انت ليه بتكره كريم؟ لا يا عم انا ما بكرهش حد، انت هتركبنا خطايا وخلاص. انا بس مش بفضل انه يخرج معانا، اختلاف شخصيات مش اكتر. بص بقى التلاعب بالالفاظ يا عم، يعني انت لما بتشوف كريم بيبقى يوم عادي؟ ده بيركبني 100 عفريت بيبقى يوم اسود. يا عم في راجل قلبه ابيض يقول ده يوم اسود؟ انت بتكره كريم يا ماركو؟ ما قلنا لا، انت عايز تعصبني يا عم. طب بهدوء، يعني انت لو صحيت الصبح على تليفون بيقول كريم سافر امريكا مثلا، ده يبقى يوم العيد وبخلصت منه. بعدين ايه اللي يوديه امريكا؟ ما انا نفسي يروح اوكرانيا وهي حرب اهليه وربنا يوفقه. طبعا ممكن. رجعنا لكم احبائي المشاهدين. وطبعا ممكن. اخي طلعت تعليقك على الدراما اللي شفناها مع بعض بكل تركيز. الاثنين الابن والخال أنكروا الكراهية الداخلية سواء للجبنة أو لكريم الصديق. أيوة. فدي خطية كبيرة جدا، زي ما عرفنا بشفتيه يتنكر المبغض. طيب أنا عايز أقف عند التعبير إنكار الكراهية اللي حضرتك قلته، هما الاثنين بينكروا الكراهية. نعم. إزاي الناس بتعمل كده في الحياة العملية؟ للأسف ده إخفاء لحقيقة، وده رياء، وفي نفس الوقت أنا عايز أقول لأني مش عايزين يتفضحوا، فبيحاولوا يتستروا، ودي طبعا خطية للأسف مكتومة، وخطية قد يحاسب الإنسان عليها سواء في القريب أو في البعيد. طيب يعني أنت ممكن مثلا تشوف شخص
بيكره شخص. أي. بس هو ممكن تسأله وتقول له أنت بتكره فلان. يقولك لا أنا بس مش بقدر أتعامل معاه. دي تلاعب في الألفاظ. يعني تلاعب في الألفاظ ومسميات مختلفة بتختلف للأسف من شخص الآخر. والجيل الجديد بصفة خاصة عندهم بعض التعبيرات غريبة. يمكن إحنا جيل أقدم شوية بنفاجأ بيها. لا مش أقدم كتير يعني. نشكر الله. نشكر الله أنت شباب. لكن من جانب تاني أخ منير أنا بعتقد أهم حاجة داود في مرة قال كلمة جميلة قد صرحت بطرقي. الإنسان لازم يكون صريح لازم يكون واضح. الصراحة فيها راحة. صحيح. الصراحة أنا أعترف بخطية الكراهية مش الصراحة أمسك واحد أقول له أنا بكرهك. لا. بس أنا بختلف معاك شوية. أني ممكن فعلا شخص أنا أكون بحبه في المسيح بس ما أقدرش أتعامل معاه. بمعنى أنه ممكن شخص يكون في ناس بيبقى حتى عندهم الموضوع ده لدرجة أنه يتطور لمرض نفسي أنه هو عدواني. أيوة. فكأنه إنجاز التعبير واحد مرة شبهه وقال كأنه واحد ماسك سيف أو سكينة وفي كل على يعني على مدى يعني دايرة معينة حواليه أي حد يقرب من الدايرة دي هيتأذي. أيوة. فأنا أفضل أني ما أقربش لهذا الشخص أكون في متناول السيف بتاعه أو السكينة بتاعته. بس دي خطيرة جدا أني أنا لازم أختبر دوافعي أن أنا فعلا بحب هذا الشخص في المسيح. بمعنى أن لو حصلت له مشكلة أنا أول واحد أجري عليه وجوايا أمتحن دوافعي أن أنا لا أتمنى لهذا الشخص أي شر. وده أكيد بيحصل معايا ومعاك. بالضبط. أنا كمان لو نزلنا شوية على الواقع في مثل هو مش عربي أساسا لكن ترجمته كده سمعته في بلد من البلاد بقولك الغطى مش جاي على الحلة. أيوة. يعني الغطى مش جاي على الحلة يعني الغطى مش جاي على الطنجرة. بالضبط. أنا بحبها يعني بقى. كل غطى ليه وعاء معين فلازم يكون الاتنين ماشيين مع بعض. احنا اتنين خدام مع بعض قالينا اكتر من 30 سنة نشكر الرب في شركة مع بعض. احنا من قارة افريقيا وخدمنا في اسيا وتقابلنا في كذا بلد حصل استراليا وامريكا وكده. ده حاجة تشرفني ربي. اخ منير لازم يكون في توافق بيننا وبين بعض. مظبوط. هل يسير اثنان ان لم يتوعد يتوعد جاي راندفو يعني خد بالك ازاي يعني بيمشوا مع بعض متفقين. مظبوط. فاكر ترنيمة زمان نحكي معا نمشي معا. فلازم يكون هناك في هارموني بينهم البعض. أخي طلعت الحديث معاك ما يتشبعش منه لكن طيب. خلينا نشوف فقرتنا ولا إيه ونرجع تاني نكمل حديثنا مع بعض. طبعا ممكن. أنا مش بكرهه لكن أنا بنفذ وصية المسيح وبعمله زي الوثني والعشار. ولا الواحد لما يحب ينفذ كلام ربنا يبقى غلطان ولا إيه؟ طبعا ممكن. حتة خطيرة جدا يا أخ طلعت اللي قالها أخونا في الدراما دي ومحتاجة توضيح. إيه قصة الوثني والعشار بقى في رأيك؟ هقول لحضرتك على حاجة. الناس فاهمة الكلام ده بأسلوبها وبتمشيه بمرامها بفكرها يكون عندك الوثني والعشار لكن هي الحقيقة يقصد بها معنى جميل قوي. في الجزئية دي بتكلم عن الغفران عن الصفح عن المسامحة. كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ قال لي 7 مرات. قال له 70 مرة 7 مرات. وقد يكون مش 70 في 7 بس 70 أس 7 قد يكون. شوف يديك قد إيه. لكن المعنى المقصود إيه؟ إن الوثن والعشار اللي في نظر الناس مكروهين. أيوة. خاصة العبران. لا أنت ما تبقاش كمسيحي تكرههم. لا وإن كان كمسيحي فلا يخجل من هذا القبيل. يعمل إيه المسيحي؟ التصرف المسيحي يخليني أصغر لهم محبة فائقة كما لو كنت ماسك بإيده من البداية. ده وثني وعشار. يعني وثني؟ وثني يعني معرفش المسيح. وثني يعني بلا إله. وثني يعني عنده كفر. وثني يعني أخدت بقى حضرتك. وعشار يعني مبغض من الفريسي. خادم الرب الفاضل الوالد الفاضل الأسيس منيس عبد النور نعم في مرة قال تعبير في الحتة دي قال تعامله كالوثني والعشار يعني تبتدي معاه من الأول. بالضبط. أمسك بإيده من الأول. هترجع من الأول طبعا. تقدم لي محبة المسيح بالضبط اللي قال عنها الرسول فائقة المعرفة
محبة متجددة. بالضبط. طيب في جزء تاني برضو الناس بتشعر بصعوبة فهمه. نعم. لما الرب قال في لوقا 14، أيوة، إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخواته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. نعم. هل ده معناه تصريح للبغضة؟ لا لا لا، كلمة يبغض هنا مش جاية يبغض أو يكره، أيوة، أو يهمل، لكن يبغض هنا جاية بمعنى يحبهم في الدرجة الثانية، يستقل، أيوة، يعني يكون ليه، عايز أقول لك توجه، يعني مثلا بمعنى آخر عايز أقول الرب أولا، يعني الرب أولا، برضو محبة الرب. برضو أنا بسترجع كلمات أخونا وحبيبنا الدكتور زكريا استورو في الموضوع ده، قال يعني لما تقارن محبة الرب أو محبة الأهل في الجزئية دي لمحبة الرب تلاقيها كأنها بغضة، يعني لازم تحب الرب من كل القلب بحيث لو عملت المقارنة بين محبتك لكل الفئات اللي ذكرها دي مقابلة بمحبتك للرب تبان كأنها بغضة، فدي يعني دي العظمة في هذا الموضوع تبان. لكن لو أنا رجعت الحتة بس صغيرة، محبة الرب أخ منير عشان أبسط وسهل لأي شخص معايا أيا كانت ثقافته عالية أو غيرها، محبة الرب من كل القلب من كل النفس، وخلي بالك من كل الفكر من كل القدرة. أمين. لكن بص، محبة القريب كنفسك. أمين. شكرا أخي طلعت. خلينا نشوف مع بعض فقرة مش كده ونرجع نكمل مع بعض بكل سرور. طبعا ممكن. انت بتعمل ايه؟ بكتب قصيدة مليانة بكلمات المحبة. وبتكتب في مين بقى الكلام الحلو ده؟ في الواد جيراننا اللي انا بكرهه عمي، بس قلت الكراهية خطية، فبحاول اكتب له كلام حلو، بس اللي في القلب في القلب، انا فعلا بكرهه من قلبي، فسيبني بقى اكمل قصيدة المحبة دي اللي انا مش طايقها اصلا. طبعا ممكن. اوعى تكر ولا تشيل لحد ذكر ولا تسيب غيظك لبكرة، ده القتل ممكن يبدأ بفكرة، اوعى تكره ده الكره ضلمة، الكره يبان من أقل كلمة، نار جهنم حق اللي قال لأخوه يا نكرة، اوعى تكره. طبعا ممكن. شفنا فقرة مش كده وسمعنا الشعر الجميل يا أخي طلعت مع بعض، وقبل ما علق على الشعر عايز تعليق على جملة لفتت انتباهي في فقرة مش كده، قصيدة حب للي مش طايقه. الحقيقة الكتاب علمنا في رسالة يوحنا الأولى بصفة أخص أصحاح 3 إني لا نحب بالكلام واللسان بل بالعمل والحق. والحق. طيب هل ده معناه إن كلمات المحبة من قلب يحمل بغضة لا تساوي شيء؟ طبعا، إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته، الكلام ده في سفر نشيد الأنشاد أصحاح 8، بدل المحبة تحتقر احتقارا. أيوة. لابد أن ينبع كل شيء بمحبة قلبية حقيقية، وعندنا كورنثوس الأولى 13 كله عن المحبة اللي بيسمى بأصحاح المحبة. طبعا، المحبة لا تحتد، المحبة لا تظن السوء، المحبة تتأنى، المحبة ترفق الأشياء اللي تتناسب، يعني صحيح. المحبة لا تسقط أبدا، أي لا تفشل أبدا. يعني نقدر نحط الكلام ده في معادلة محبة ناقص عمل يساوي صفر. بالضبط، ولا شيء. فالمحبة التي لا يعني تحملني شيء. بالضبط، لا تساوي شيء. وبولس قدم في كورنثوس الأولى أصحاح 13 كل الافتراضات. أيوة. بدون محبة ولا شيء، سواء مواهب أو غيرها. طيب عايز أرجع للشعر. نعم. الجميل اللي سمعناه دوت مع بعض، بيقول اوعى تكره ولا تسيب غيظك لبكرة، ده القتل ممكن يبدأ بفكرة. هل فعلا القتل ممكن يبدأ بفكرة في رأيك؟ شوف، بكل أسف ليس كما كان قايين من الشرير. أنا على طول جاتني فكرة قايين وهابيل. وذبح أخاه. ليه ذبح أخاه؟ جات له فكرة، فكرة، وكان في شر جواها. أخدت بالها. أنا ببص لحاجة صعبة قوي، قاسية قوي، في سفر التكوين أصحاح 4 الحادثة، في يوحنا الأولى أصحاح 3 بيقول الملخص ذبح أخاه. أيوة. الفعل في اليوناني ذبح كجزار،
يا سلام. ذبح من أعلى الرقبة. فتخيل مفيش غير 2 خوات وأب وأم، والمسكونة كلها 4، آدم وحواء وقايين وهابيل. يعني مثلا مش بيتقاتلوا على مكان زي مثلا فلسطين وإسرائيل دلوقتي، لا دي الدنيا واسعة بالضبط من كل ناحية، يمسكوا كده في حتة معينة وياخدوا قام على أخيه. شوف الشراسة يعني الأجريسيف اللي عنده. وذبح قام، قتل جاي ذبح بالطريقة البشعة دي. طيب عايز أرجع تاني للشعر وجملة اوعى تكره ده الكره ظلمة. الكره ظلمة دي يعني باينة قوي من كلمة الله في رسالة يوحنا الأولى بصفة خاصة كذا حاجة الحقيقة، صح 2 وصح 3 وصح 4. فبيقول الشخص اللي بيقول أنا في النور ويكره أخاه أو يبغض أخاه، كيف يكون عايز في النور؟ إزاي؟ أخدت بال حضرتك؟ دي حاجة. الحاجة التانية بيأكد، خلينا أجيب الآية عشان المشاهد الكريم وأوضحها بالطريقة اللي عايز أقول كبرهان وكإثبات، لأن الحياة جه كذا. وإنت حضرتك بتجيب الآية دي، قول لنا إزاي علاج مشكلة البغضة عشان خاطر الوقت بيدهمنا. طيب بص، مثلا من قال أنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة، وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة، في الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعيت عينيه. دي فين بقى الشاهد ده؟ دي في يوحنا الأولى أصحاح 2 من عدد 9 لعدد 11. طيب إحنا كده بنشجع أحبائنا المشاهدين إنهم يسلكوا في النور يا رب. وحضرتك ذكرت من شوية عن شخصية داود. أيوة. وداود كان ليه أعداء من ضمنهم شاول، لكن شخصية داود كانت شخصية أنا في رأيي مليانة بالمحبة. بالضبط. وأنا بحب داود جدا، من الناس لما هوصل السماء أحب أشوفهم وأشوف إذا العود معاه لسه هناك اللي بيعزف عليه. شخصية داود كتاب كتبه خادم الرب الأخ طلعت، هو عبارة عن عظات للأخ نبيل شاكر، مظبوط. الأخ طلعت فكري جمعها. أنا بشجعك عزيزي المشاهد، الكتاب ده موجود على الصفحة بتاعتنا على الشاشة قدامك، تقدر تعمل له داونلود، يعني فري داونلود، تحميل مجانا. احنا بنشكرك جدا على كده يا اخ طلعت. واذا حابب تشوف الحلقه بتاعتنا مع اصدقائك، انا بشجعك انك انت تقدر تشوف على قناتنا على يوتيوب الموجوده على الشاشه ايضا وعلى الفيسبوك، كل طرق التواصل من فضلك اكتب لنا. لو الحلقه دي لمست قلبك وغيرت توجهاتك وخليتك تفكر تبتدي تحب شخص كنت بتعاديه، وانا بشكر رب من اجل الناس اللي بيتواصلوا معانا، كلامكم جدا جدا مشجع لينا، فأنا بشجعكم اكتبوا لنا وتواصلوا معنا بكل طرق التواصل. أنا نفسي في لحظات بسيطة تصلي مع شخص أخ طلعت، ربنا تكلم لقلبه علشان خاطر يطرد البغضة والكراهية من قلبه في لحظات صغيرة من فضلك. ياريت عزيزي المشاهد أن روح الله القدوس يحاصر فكرك وقلبك مشاعرك إرادتك عواطفك في هذا الوقت. ياريت تعترف بأي خطية في الداخل، أي بغضة، أي كراهية لأي شخص أيا كان، وتقول لي يا رب أنا محتاج ليك ومحتاج لمحبتك. يا رب يسوع المسيح، نرجو إنك في هذا الوقت تهيمن وتسيطر على فكر كل مشاهد على حدة، وأنك يا رب تستلم القلب، تستلم الحياة، وتستبدل كل كراهية من إبليس لمحبة إلهية، تحصره، تسبيه، تنتشر في كيان كل إنسان يا رب معنا في هذه الدقائق، وتتمجد يا رب، وتسمع كل أخ وكل أخت يأتي إليك بأسواق قلبية في هذا التو يا رب، ويعترف بخطية الكراهية، ويقول لك كما قال داود: إليك وحدك أخطأ والشر قدام عينيك صنعت. يا رب ارحم، يا رب اغفر، يا رب اصفح، يا رب سامح، يا رب اعطي رحمة. أمين يا رب. من كل ناحية لكل نفس من فضلك تائبة وراجعة وتؤمن بيك وتثق فيك وتثق في عملك وفي صليبك وفي أيضا فعلك لأجلها. اقبل سجودنا وحمد نفوسنا في اسم الرب يسوع المسيح، استجب. آمين. آمين. طبعا ممكن.
حبتني وانا ما تحبش وقبلت انك تلقاني وتغير حالي وقلبي وبقيت سكني وعنواني بالنعمة انا متخلص بمحبة كبيرة قوية بالنعمة انا متخلص بمحبة كبيرة قوية ولشخصك انا متخصص تعمل ما بدالك فيا ولشخصك انا متخصص تعمل ما بدالك بيا حبتني وانا ما تحبش وقبلت انك تلقاني وتغير حالي وقلبي وبقيت سكني وعنواني طبعا ممكن زي ما سمعنا في الشعر اوعى تكره ولا تسيب غيظك لبكره ده القتل ممكن يبدأ بفكرة اوعى تكره بنصلي تكون رسالة الحلقة وصلت لقلبك إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج طبعا ممكن